صلى الله عليه وسلم من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار، حسنه الإمام الألباني. وأنت خصيمنا. إن قاطع الرحم إذا قبر ما نظر في عمله، ولو صلى الليل كله، ولو صام النهار كله، ولو حج كل عام، ولو تصدق بثلث ماله، إن كان قاطع رحم إن لم تتغمده رحمة ربه فلن يقبل منه عمل واحد، ولن يرفع له عمل واحد. ولذلك نقول لأبناء الموتى، أبناء المتوفين، أصلحوا ذات بينكم وصلوا أرحامكم، وإن كان الوالد أو الوالدة مات أو ماتت قاطعة فاذهبوا إلى من قطع حتى يبيحهم ويحللهم، وأكثروا من الدعاء له، لأن قاطع الرحم لا ترفع له إلى السماء ركعة، لا ترفع له إلى السماء طاعة، ولو كان أكثرنا صلاة وصياما وقرآنا، ولو اجتمعنا كلنا وقلنا ونعم ما تنفع عند رب العالمين. لأن الله في كتابه لعن قطاع الأرحام وما لعن قطاع الطريق ولا السراق، لأن الله يغضب على القاطع. كم من ميت تحت الأرض يتمنى أن يخرج من قبره ليقبل يدا أو قدما أو رأس من قطعه، لكن هيهات، ختم على عمله، أغلق الباب دونه. فيا أحياء، يا أيها الأحياء، احمدوا الله إذ أبقاكم. وأسألك بالله يا قاطع الرحم أو من هجر مسلما فوق 3 أيام أن يتقي الله وأن يصلح ذات بينه، ولو الحق معك، ولو الكبير، ولو المخطي عليك، ولو ظالمك، ولو هذاك ما يسوى التالية من الغنم تكرمون، سلم عليه واصلح، لأن الله لا يقبل عذرك، لن يقبل الله عذر المتقاطعين حتى ولو تقاتلوا، فإن الله عرض الصلح على المتقاتلين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بل أمر الله بالصلح. تعرض الأعمال على الله كل 2 خميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. لذلك خذوا من الموتى عبرة، وأفيقوا معاشر الأخيار، أفيقوا قبل أن تنتهي المهلة، وقبل أن تأتي الحشرجة في صدرك ويلتوي الساق مع الساق، وتشخص العين إلى السماء وتنادي فلا يسمع صوتك، وتخرج روحك كأنما العروق قد جذب منها بشوك آلام الموت، يتمنى يتصدق، يتمنى أن يعود للصلة. أمنية الثانية من أمنيات الموتى القاطعين أن لو وصلوا أرحامهم، واسمع هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار، حسنه الإمام الألباني. وأنت خصيمنا. والله لو عاد ميت إلى الدنيا أرحم بك من أمك. من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. لا يصلي الله لا ينظر إليه. لا يجوز لكم السكوت. قال: مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي.